بايبي إذا تبون الدجاج يطلع يامي يامي يامي، مليء بالعصارة، ما في ريحة زفرة، مشوي ياخذ العقل، اللون حقه يموت بدون أي بهارات، انقعوب موية وملح وسكر براين، طيب ليمون فلفل أسود ورق غار. ايش يروح ريحة الدجاج؟ اللي يروح ريحة الدجاج انكم تحطون موية وملح وسكر. ليش؟ البراين هو محلول ملحي فيه سكر عشان يعطي توازن للدجاج، ما نغسله نقطعه ونحطه فيه بعدين نشيله نطبخه. طبعا المويه حقتها نرميها، بس يا جماعه تروح ريحه الدجاج نهائي. اللحم الدجاج اي شيء نحط فيه هذا الملح الخشن ونحط سكر اسمر او سكر ابيض، طبعا هذا المحلول بيرمي فعادي، يعني لا تشيلون هم لما اقول احد حط سكر يقول ليش. السكر والملح يعطون توازن، لانه البراين يعطي توازن في الانسجه ويطلع الريحه المو حلوه طبعا، ويقلب طعم الدجاج واللحم شيء عجيب يا جماعه. الملح والسكر، حطيت ليمون مع قشره، اوكي بحط ثايم، حطينا ورق غار، بنحط فلفل اسود حب، بنحط هذه كلها المويه ما وقت الطبخ بتصير رمي، بس هذا المحلول بيفرق معاكم بالطبخ. هذا صباح الحب متابعين الجدد والحلوين، اليوم بتكلم عن تكنيك. التكنيك هو شيء يعني خطوة نسويها قبل ما نطبخ، يعني في طرق طهي وفي تكنيكات الطهي. تكنيك البراين اسمه هو عبارة عن محلول طيب فيه موية وسكر وملح وليمون، ليمون مع قشره، روزماري، فلفل أسود حب، حطيت ورق غار، يعني تقدرون تحطون أشياء كثيرة. طب إيش دور البراين؟ ليش حطينا نحط مثلا لكل لتر 4 ملاعق سكر 4 ملاعق ملح، 3 3 مو مشكلة. ليش نحط الملح طيب الخشن؟ بيروح لكم ريحة الدجاج والليمون، وكمان بيخلي الأنسجة طيب زي لما تحطون على الخيارة ملح مو يطلع موية، بيطلع منها أشياء مو حلوة طيب، والسكر بيخلي فيها أشياء حلوة، يعني بتصير جوسي، بتصير يعني جوسي، يعني فيها يعني متاكلونها الدجاجة فيها سوائل طيب، وبتصير ريحتها حلوة. وبعد ما نطلعها من المحلول هذا مو لازم نغسلها أبدا أبدا أبدا، خلاص نستخدمها على طول. وبتصير شلون اقول لكم، يعني الحين ما عاد يغسلون الدجاج، يسوونه محلول برايم يحطونه بالثلاجة قبل بليلة اوكي او ساعتين، وبعدين تستخدمونها تطبخونها. انا بسوي لها الحين هذا التكنيك، بعدين بشيلها بتبلها بحطها بالفرن.